محافظ صلاح الدين يتابع في الشرقات مراحل الإنجاز بالمشاريع الخدمية ويطالب بتعاون أوسع بين المواطنين والمسؤولين. محافظ صلاح الدين يوفر الدعم اللوجستي للمدارس لتحسين الواقع التربوي وتخفيف معاناة الأهالي في مناطق النزوح. صحة صلاح الدين ترفع حالة التأهب للتلقيح ضد كورونا، واهتمام شعبي واسع بخطط المحافظ للإعمار وتنفيذ المشاريع. الكاظمي يراهن على دور الجيش العراقي في بسط السيطرة والنفوذ، وتوجه حكومي لإنهاء ملف النازحين وتعويض ضحايا الإرهاب.